مشاهدي قناة شوف تي في، عشاق تاريخ المغرب الذي يمتد لقرون، وكذلك مرحبا بأعداء المغرب، أعداء الوحدة الترابية، أعداء 12 القرن. هذه مدينة الدار البيضاء، أو عفوا مدينة كازابلانكا، هذا هو مروكو. كازابلانكا اللي تستعد وبشكل كبير وكبير جدا لاحتضان كأس إفريقيا السنة المقبلة، ولكن الأهم هو كأس العالم، حلم المغاربة منذ سنين وسنين. فمدينة الدار البيضاء لمن لم يشاهد من قبل، هذه مدينة الدار البيضاء الحديثة المتطورة، بالبنية التحتية، بالطرقات، بالملاعب، وبالحدائق، وبالأخص بالأخص بالأخص منتعين السيد الوالي الجديد السيد مهيدية. صحيح أن هذه المشاريع انطلق في المغرب قبل إعطاء شرف تنظيم المغرب لكأس العالم. المغرب خد على العاتق ديالو أنه خاصو يطور من البنية التحتية ديالو سنين وسنين، والحمد لله جاء الفرج. فهذه مدينة الدار البيضاء، أو عفوا كازابلانكا، اللي غادا تمتد في مساحات شاسعة إن شاء الله في هذا المكان المتواجد وسط مدينة الدار البيضاء والمسمى بأونفا بارك. في هذا المكان سيداتي سادتي سيتم تشييد برج عالي جدا، سيعطي واحد الجمالية أكثر لمدينة الدار البيضاء. ربما هناك من الناس اللي كيعطوا بعض المغالطات على المغرب، المغرب المتقدم بمدينة طنجة اللي تقدمات بواحد الشكل جميل وجميل جدا، من البنية التحتية ومن الشواطئ ومن الجمالية في كل مجالات. ما غاديش نتكلموا على مدينة مراكش المصنفة في التوب 10 مدن عالمية، تحظى بزيارة الملايين من السياح. ما غاديش نتكلم كذلك على مدينة أكادير، ما غاديش نتكلم على التاريخ ديال مدينة فاس ومكناس، ما غاديش نتكلم على الجمال ديال مدينة إفران وما أدراك ما إفران، سويسرا المغرب. ما غاديش نتكلم كذلك على مدينة الداخلة اللي فيها مشاريع قوية وقوية جدا، واستثمارات كبيرة وكبيرة جدا. مدينة الداخلة اللي كيلقبوا بعض الناس بمالديف افريقيا، وخاصكم تزوروها لان كاين الناس ما عمرهم ما زاروها. اكيد انهم غادا تجيهم تسميه غريبه، ولكن ليست غريبه بمدينه الداخله، وانا زرت مدينه الداخله. رجعوا لمدينه الدار البيضاء، مع اقتراب كاس العالم ان شاء الله اللي غادا تبقى لي فقط 5 سنوات، فغادي تشوفوا العجب في مدينه الدار البيضاء. انا كنتكلم على المدينه اللي انتمي اليها، تجديد الطرقات، تجديد الإنارة، الحدائق اللي أصبحنا كنشاهدو ولات كتشيد في مدينة الدار البيضاء، كذلك لي باركينغ في مركز مدينة الدار البيضاء. هناك اهتمام كبير وكبير جدا بالبنية التحتية استعدادا لكأس العالم. أنا عطيتكم فقط غير هاد الواجهة من هاد الجهة، ما كاين ما يتشاف في هذه المنطقة اللي كتشاهدوا أمامكم. وغادا تألم أعداء المغرب، لأن ربما وما عارف الحقيقة، ولكن كيسوقوا لواحد الصورة غير الصورة الحقيقية، بلا ما تكلموا على التراموي، بلا ما تكلموا على التي جي في، بلا ما تكلموا على الباسواي. وسائل النقل اللي أصبحت متطورة جدا في مدينة الدار البيضاء وفي المغرب، كذلك مدينة أكادير فيها الباسواي. فالحمد لله على نعمة المغرب. المغرب اللي ما فيش، اللي ما عندوش الغاز، ما عندوش البترول، ومع ذلك
بالامكانيات المتوسطه، وحنا كنعيشوا ازمه جفاف، ومع ذلك فالحمد لله ان المغرب قدر انه يكمل التقدم ديالو. صحيح ما يهمنا هو المواطن المغربي والقدره الشرائيه، صحيح ان هناك ازمه في المغرب، هناك ازمه غلاء، ولكن الغلاء على جميع الدول في العالم الحمد لله عندنا اكتفاء من ناحيه الخضر والفواكه وكذلك الاسماك، لان المغرب تبارك الله عنده جوج واجهات بحريه. الحمد لله عندنا الاكتفاء ديالنا، الحمد لله وشاكرينه، وغاديين في تقدم. ولو انا كاينين شفاره بزاف في المغرب، شفاره لمسؤولين، ماشي كنتكلم لكم على الشفاره ديال البسطام، ومع ذلك المغرب يسير من حسن الى احسن. هادشي باش برجل واحد اللي هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس. لكن من كنسمعوا مؤخرا وبالاخص في هاد السنتين العديد من السياسيين اللي تقدموا للقضاء، ومنهم من تسجن، ومنهم اللي عنده تاريخ كبير في السياسه المغربيه، رجل سياسي وتناضل، ولكن يناضل فقط من اجل المصلحه الشخصيه ديالو ديال العائله ديالو. وخير مثال مبدع البعيوي الناصري، هذو كلهم سياسيين، وزيد 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 هاد الاختلاسات كامله، والمغرب مازال غادي في تقدم، والحمد لله هادشي بفضل صاحب الجلاله الملك محمد السادس فاقس العديان بهذه الكلمه هادي. صحيح ان هناك احياء شعبيه تعيش في الظلام، ولكن هادي ما غاديش تخلينا اننا نشوفوا فقط السواد في مدينه الدار البيضاء، هناك نور في مدينة الدار البيضاء، كما أن هناك سواد في مدينة الدار البيضاء، وهذا الشيء عادي، لأن غير دبي، دبي وما أدراك ما دبي، السعودية، الدول اللي تقدموا بفعل البترول والغاز، عندهم أماكن اللي يستحيل ان القدره الشرائيه ديال المواطن البسيط يعيش فيها، ولكن عندهم كذلك احياء شعبيه كارثيه. حتى في الخليج كاينين احياء شعبيه كارثيه، لا بنيه تحتيه لا اناره لا طرق، كما هنا في المغرب وفي مدينه الدار البيضاء. نتكلموا على مولاي رشيد، هاد الاحياء اللي تكلمنا عليها اللي هي هامشيه في مدينه الدار البيضاء او شعبيه، السبب ديالها شكون؟ هما المنتخبون اللي تقدموا انتخابات من اجل الصفقات ومن اجل الاختلاسات ومن اجل. اما هادشي اللي كنشاهدوا امامنا هادشي ماشي ديال المنتخبون، هذا مشروع ديال الدوله. هاد البنيه التحتيه اللي كتشاهدوا في مدينه الدار البيضاء والتقدم اللي غادا فيه، ولا التي جي في ولا التراموي ولا الباصواي ولا هادشي كامل مشروع ديال الدوله، ماشي ديال المنتخبين، ماشي ديال واحد جا عطاك 200 درهم وعشاك وقال لك انتخب عليا. هادو كيقلبوا فقط على المصالح ديالهم، يزفت واحد جوج طرقان وحسب لك خمسه، يقوم بإضاءة خمس أزقة ويحسب لك 10. المهم الحمد لله وشكروا على التقدم اللي حنا غاديين فيه، وغادي نوصلوا لنهاية المباشر. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. أبو أيوب المساوي، الأحياء الشعبية تستحق العناية، الشباب العاطل والمشاكل الاجتماعية الكثيرة وأزمة المياه بالقرى. صحيح، أنا نناقش معك غير هذه القضية ديال الأحياء الشعبية تستحق العناية. الأحياء الشعبية صديقي فيها منتخبون، هذوك المنتخبون عطيتهم الصوت ديالك أنت، عطيتهم أنا دارنا وداركم، عطينا الصوت ديالنا لمن لا يستحق ذاك الصوت. أغلبيتهم، كنقول أغلبية، شفارة كيقلبوا فقط على المصالح ديالهم، وأنتم كتتبعوا وكتصفحوا الجرائد، ودائما ما كتسمعوا الفرقة الوطنية تستدعي رئيس جماعة فلان فلان ولا رئيس مقاطعة فلان فلان بسبب اختلاسات. أما هادشي اللي كنتكلموا عليه اللي كتشاهدوا الآن، هذا راه مشروع ديال الدولة، القطب المالي. أما البطالة فكيبقاو تسمى من قبل بأننا حنا ماشي دولة منتجة للبترول ولا الغاز، عندنا فقط الفلاحة، والفلاحة كنعانيو من الجفاف، ومع ذلك والحمد لله غاديين في تقدم.
تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك.